ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لقي شخص وزوجته واثنين من أبنائهما مصرعهما صبيحة اليوم الخميس بالمقطع الطرق الرابط بين طرفاي وأخنفير جراء اصطدام سيارة كانوا على متنها بأخرى مخصصة لنقل البضائع. وقالت مصادر ماروك أخبار يومية أن رب الأسرة كان يشتغل قيد حياته عشابا وسط مدينة العيون، وانطلق صبيحة اليوم في سفر مع أسرته الصغيرة ليصطدم بسيارة أخرى. وقد استنفر الحادث السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي، وتمت الاستعانة برجال الوقاية المدنية وسيارة لنقل الأموات لنقل جثامين الضحايا نحو مستودع الأموات بمستشفى العيون. كما تم فتح تحقيق بموازاة مع الحادث من طرف السلطات المختصة لمعرفة حيثيات وأسباب الحادث. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.